وبابتدائية مراكش فصل جديد في قضية ما بات يعرف بحمزة مومبيبي، حيث تتواصل في الأثناء جلسة التحقيق مع الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها المتابعتين في حالة صراح بتهم المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات وبث أقوال وصور دون ترخيص من الغير بما يمس بسمعته. في الساعات الأولى من صباح اليوم تابع تفاصيل هذه الجلسة الحسن هبان، نتابع. منذ الساعة 10 صباحا تقريبا انطلقت جلسة مع قاضي التحقيق هنا في المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش. هذه هي الجلسة الثانية، جلسة الاستنطاق التفصيلي بعد الجلسة الأولى التي كانت للاستنطاق الابتدائي، تابع خلالها الرأي العام الوطني الحكم الذي أصدره قاضي التحقيق آنذاك بمتابعة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها في حالة صراح مع دفعهما لكفالة مالية تتجاوز 50 مليون سنتيم مع سحب جوازي سفرهما. اليوم تتواصل هذه الجلسة هنا في المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش في إطار الاستنطاق التفصيلي كما ذكرت. نتابع ونلاحظ بأنه هناك حشود مهمة من المواطنين ومن الإعلاميين، خاصة الصحافة الإلكترونية التي تتابع هذه المحاكمة، وهناك كذلك حشود من عامة المواطنين الذين توافدوا على مقر هذه المحكمة منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم لمتابعة هذه القضية ومتابعة حيثياتها وتداعياتها، وكذلك ما سيؤول إليه قرار قاضي التحقيق اليوم في إطار هذه الجلسات التي لربما ستتواصل. نعلم بأنه الأمد القانوني بالنسبة للحالات، حالة الاعتقال، هناك أمد 3 أشهر، لكن في هذه الحالة، حالة المتابعة في حالة صراح، ليس هناك أمد قانوني محدد، وبالتالي ننتظر، لربما ستتواصل هذه الجلسات حتى يستكمل قاضي التحقيق مختلف حيثيات هذا الملف. وبابتدائية مراكش